هنروح لمقر النادي في الجزيرة، وهناك هتكون سالة حامد موجودة عشان تقول لنا ايه الجديد. يا سالة بونجور، تفضلي سامعينك. صباح الخير يا نهاوند، وطبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، ويمكن زي ما قلت يا نهاوند يعني حاليا احنا كلنا متواجدين داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان ننقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وكالعاده خليني ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده المدير الفني السويسري مستر مارسيل كولر. ويمكن بعد ما ادى يعني اللاعبين وجميع لاعبي النادي الاهلي في الفريق الاول لكره قدم راحة سلبية لمدة يومين، قرر النهاردة الفريق يرجع ويستأنف تدريباته مرة أخرى على ملعب مختار التتش، ولكن في الفترة الصباحية التدريب يعني حاليا لسه شغال على ملعب مختار التتش. التدريب بدا يعني في تمام الساعه 9 صباحا، ويمكن كمان قبل التدريب يعني مستر مارسيل كولر اجتمع مع جميع لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني للحديث عن الفتره القادمه وطبعا اهميتها واهميه انه الفريق يبتدي الموسم الجديد بالفوز يعني في اول مباراه ليه في بطوله دوري ابطال افريقيا، واللي هتكون يعني مع نادي الاتحاد المنستيري في تونس، الاتحاد المنستيري التونسي، واللي هتقام ان شاء الله يوم 9 من شهر الجاري شهر اكتوبر في تونس في تمام الساعة 4 عصرا. يمكن يتكلم معهم عن أهمية المباراة وأنه يجب يعني الفوز فيها، وكمان في مباراة الإياب اللي هتقام يعني يوم 15 من الشهر الجاري، ولكن هتكون هنا في القاهرة في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. كمان اتكلم معهم يعني عن أهمية الفترة القادمة ومباراة السوبر ومباراة الدوري، فاتكلم معهم في كل الأمور يعني عن الفترة القادمة. وكمان يعني بعد كده بدأ اللاعبين التدريب بشكل طبيعي، تدريبات بالكرة وكمان بعض الفقرات المخصصة ليهم. يمكن كمان المران يعني شهد ظهور اللاعب بيرسي تاو محترف النادي الاهلي، ولكن ظهر يعني نهاوند كريم في المران وهو يعني بيخوض بعض التدريبات الخاصه ببرنامج التاهيل المخصص له، وكمان يعني اكتفى بالجري حول الملعب. يمكن كمان يعني كل التدريبات دي ويعني البرنامج التاهيلي اللي محطوط له كان يعني بيعمله النهارده تحت اشراف الكابتن طارق عبد العزيز يعني اخصائي التاهيل، وكمان اكتفى ببعض التدريبات في الجيم. ولكن خليني اقول لكم ان بنسبه كبيره بيرسي تاو هيكون خارج حسابات مستر مارسيل كولر في مباراه الذهاب امام النادي الاتحاد المنستيري التونسي، وكمان يعني بنسبه كبيره مش هيكون متواجد في مباراه الاياب نظرا يعني ليه يعني صعوبه التحاقه بالمباراه. ممكن كمان ده ان شاء الله يعني هيتحدد على حسب مدى استجابته للعلاج. ويمكن كمان مستر مارسيل كولر يعني قرر ان هو يغيب عن مباراه الذهاب يعني عشان عايز يريحه، وكمان منعا يعني لحدوث اصابه مره اخرى وتجديد الاصابه، فقرر ان هو يريحه عشان يتعافى بشكل كامل. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده خليني بقى اروح لقطاع الناشئين وفريق النادي الاهلي مواليد 2001 تحت قياده الكابتن شريف عبد الفضيل. امبارح افتتحوا مشوارهم يا كريم نهاوند في الموسم الجديد وفي بطوله الدوري الجمهوريه للشباب. يمكن بداوا يعني الموسم امبارح بفوز على نادي فيوتشر بخماسيه نظيفه في المباراه اللي اقيمت في تمام الساعه 3 عصرا يعني على ملاعب الكره في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. ويمكن يعني كمان فريق مواليد 2006 النهارده عندهم اول مباراه في بطوله الدوري، وهيفتتحوا مشوارهم في بطوله الدوري مع نادي المصري في المباراه اللي هتقام ان شاء الله في مدينة السويس. يمكن خليني أقول لكم أنه النادي الأهلي مواليد 2001 و2006 هم أبطال الموسم الماضي وأبطال الدوري سواء 2001 أو 2006، فيعني طبعا بيأملوا وطبعا هدفهم الفترة القادمة هو الحفاظ يعني على ده وأنه هم يفوزوا ببطولة الدوري الفترة القادمة للمرة الثانية على التوالي. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى والفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده المدير الفني الاسباني مستر اجاستي ايبوش. النهارده ان شاء الله يا كريم نهاوند هيكونوا متواجدين بعد الظهر في المطار عشان هيسافروا الساعه 3 لدوله الكويت للمنافسه في بطوله العربيه في نسختها ال 34 واللي هتقام ان شاء الله في الكويت. يمكن النادي الاهلي يعتبر او يقع في المجموعه الثانيه معاه ثلاث فرق وهم الرياضي اللبناني وميناء اليمني والغرافه القطري. يمكن النهارده ان شاء الله هيسافروا الساعه 3 وهيوصلوا تقريبا يعني الساعه 6 ونص في الكويت، وهيبداوا المباريات والمنافسات يوم 5 حتى يوم 15 اكتوبر من الشهر الجاري. ويمكن زي ما انا قلت لكم امبارح يعني مستر اجاستي بوش اعتمد على 14 لاعب في القائمه هياخدهم معاه لتونس، وكمان
كمان ليه عفوا الكويت، وكمان يعني هيكون رئيس البعثه الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي بعد ما كلفه كابتن محمود الخطيب ان هو يكون رئيس البعثه، وده كان من ضمن قرارات مجلس اداره النادي الاهلي في الفتره الماضيه، ويمكن ده اخر اجتماع كان من ضمن قراراته دي انه يكون متواجد الاستاذ طارق قنديل مع بعثه فريق النادي الاهلي. كمان كرة اليد رجال تحت قيادة المدير الفني دانيال جوردو الأسباني، يمكن النهاردة كمان إن شاء الله عندهم مباراة وثالث مباراة في بطولة أفريقيا، وهتكون مع نادي كينشاسا، ده هيكون نادي الفريق أو الفريق الكونغولي. النهاردة المباراة دي هتقام في تمام الساعة 6 مساء على صالة نابل في تونس، وبكرة هيكون في راحة من المباريات، وبعد كده يوم الأربعاء إن شاء الله هتكون مباراتهم مع نادي الترجي الساعة 2 الظهر على صالة حمامات في تونس. ويمكن امبارح كان عندهم كمان مباراه مع نادي وفاق عين التوته، ويمكن خلصت المباراه لصالح النادي الاهلي بنتيجه 36-17، ده بالنسبه للفريق الاول لكره اليد الرجال ومشوارهم طبعا في بطوله افريقيا في تونس. يمكن طبعا يا كريم هواند دي كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. اكيد انا معاك يا هواند ومعاك يا كريم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو كلمه ليك طبعا يا هواند تفضل. انا ليا يعني استفسار صغير جدا خاص بحاله الطقس عندك، لان المفروض النهارده زي ما احنا عارفين الحاله يعني او حاله الطقس افضل شويه، فاكد لنا المعلومه دي دلوقتي يا سلا، وقول لنا برده توافد الاعضاء واخباره ايه الحاله المروريه، وبرده لو انت تقدري تقول لنا حتى بمحيط النادي اتفضلي. هي مش سامعانا؟ غالبا كده شكلها مش سامعانا. طيب تمام، اشكرك جدا يا سلام، مفيش مشكلة. طيب ده بالنسبة لأخبار النادي الأهلي وفرقه المختلفة وفروعه المختلفة. طيب